الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني، والبداية دوما بهم العناوين. أود بهذه المناسبة الإعراب عن اعتزازي وثقتي وثقة الشعب الكويتي بالقضاء الكويتي العادل والشامخ والمشهود له بالأمانة والحيدة والنزاهة. إشادة أميرية بنزاهة القضاء وصون حرمته عن الازدراء. اليوم استلمت استجواب من الأخ الفاضل النائب روضان الروضان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة. استجواب من الروضان للمدعج والوزير يرد مادته باتت منتفية. دعوة للالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بقانون التجمعات. بعد ما نستصدر الأذن طبعا راح عندها من البيت جاي نجدد الترخيص لأنها قانونيا احنا مرخصينها من زمان بسامينا. الاستفادة من مهلة جمع السلاح قبل نفاد مدة السماح. وفي النشرة أداء مبهر. مشيدا بالسلطة القضائية وموجها للقائمين عليها، أكد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عدم السماح بالإساءة للقضاء والنأي عن التشكيك به حفاظا على رسالته السامية. وأشاد سموه خلال استقباله رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية برجال القضاء وجهودهم في متابعة قضايا المساس أو التعدي على المال العام والحفاظ على حرمته. أود بهذه المناسبة الإعراب عن اعتزازي وثقتي وثقة الشعب الكويتي بالقضاء الكويتي العادل والشامخ والمشهود له بالأمانة والحيدة والنزاهة وعدم السماح بالإساءة إلي والنأي عن التشكيك به حفاظا على رسالته السامية، وأن أثني على جهود رجال السلطة القضائية وعلى عملهم الدؤوب لمتابعة مختلف القضايا والبت بها ولا سيما قضايا المساس أو التعدي على المال العام والعمل على الحفاظ على حرمته وصونه وتطبيقهم للقانون إرساء للعدل والمساواة وسيادة القانون حفاظا لأمن الوطن واستقراره ولحقوق المواطنين وكرامتهم من خلال التمسك بالقانون والدستور، وليبقى القضاء حصنا منيعا وملاذا يلجأ إليه الجميع بعد الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جهته شكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة ورئيس محكمة التمييز بالإنابة ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، شكر أمير البلاد على ثقته الكبيرة بالقضاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يزيد القضاة مسؤولية ويعطيهم الإصرار على المضي في الرسالة السامية لتحقيق العدل وعدم الالتفات لجميع ما يثار من زعزعة للسلطة القضائية. شكرا على هذه الثقة الكبيرة اللي سموك دائما يعني تحرص على تأكيدها في كل كلمات سموك وفي كل المجالات، وهذا يعني يزيدنا مسؤولية ويعني يعطينا إصرار على المضي في رسالتنا السامية في تحقيق العدل وعدم الالتفات إلى ما جميع ما يثار والذي يقصد من زعزعة السلطة القضائية. وأبشر سموك أن القضاء بخير وأنه سائر إن شاء الله على توجيهات سموك التي تحرص دائما على تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
مجلس الوزراء عبر عن رفضه لأي إساءة أو تشكيك بالقضاء العادل والنزيه ورجالته، وأعرب عن تقديره الكامل لما يقومون به من جهود مشهودة في إرساء العدالة والمساواة وسيادة القانون. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء ما عبر عنه مؤخرا رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة ورئيس محكمة التمييز بالإنابة رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة من استياء واستنكار لما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من مظاهر المساس بسمعة القضاء ومحاولة زعزعة الثقة به. في الشأن البرلماني، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه استلم استجواب النائب روضان الرضوان بحق وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج، وأنه تم إدراجه على جدول أعمال جلسة السابع من إبريل المقبل. قبل نهاية الدوام اليوم استلمت استجواب من الأخ الفاضل النائب روضان الرضوان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة، يتضمن محور واحد وهو ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر الأموال العامة. ووفقا للائحة أدرج هذا الاستجواب على جلسة 7/4 لمناقشته، ما لم يقرر المجلس تأجيله إلى مدة أخرى. وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج علق على استجوابه قائلا إن مادة الاستجواب باتت منتفية بعد توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لإحدى الشركات التي بنى النائب عليها استجوابه. وقال المدعج إنه سبق وأوضح الإجراءات للنائب الرضوان الذي شكره حينها على خطوته معلنا سحب استجوابه منذ أيام. دعوة للالتزام بقانون التجمعات وجهتها وزارة الداخلية مؤكدة حرصها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حفظ الأمن في البلاد. وقالت الداخلية إن المحكمة الدستورية ومن انتهت إليه في هذا الشأن حرصت على أن يكون تنظيم التجمعات والتظاهرات والمواكب محققا لاعتباري الحرية والنظام العام وضامنا لسلامة المواطنين والمقيمين وملتزما بشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص. وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أكد أن الاجتماع الخليجي الذي عقد في الرياض السبت الماضي بحث تطورات الأوضاع الخطيرة في اليمن، مشيرا إلى أن اليمن يشترك مع دولتين من دول مجلس التعاون ويعتبر الخاصرة الأمنية للمجلس. ولم يحدد الجارالله ما إذا كانت قوات درع الجزيرة ستتدخل في اليمن، وقال إن الأوضاع فيه تعالج على مستوى الجامعة العربية ومجلس الأمن. وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل كشف تفاصيل اجتماعه مع نظيره البريطاني فيليب هاموند والذي عقد في الرياض. وقال الفيصل إن إيران تمارس سياسات عدائية وتتدخل في دول المنطقة وامتلاكها للسلاح النووي يهدد أمن المنطقة والعالم، موضحا أنه من غير الممكن منح إيران صفقات لا تستحقها. من ناحية أخرى أيضا أكد الفيصل أنه في حال لم يتم إنهاء الانقلاب الحوثي سلميا فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة. وإلى تطورات الأحداث في اليمن، حيث دعا وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الدول الخليجية إلى تدخل عسكري لحل الأزمة السياسية في بلاده. ومن ناحية أخرى شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في بلاده على أن الحوار هو الطريق الوحيد لتجنب حرب أهلية. هذا وقد دان مجلس الأمن الإجراءات الأحادية للحوثيين واحتلالهم مؤسسات الدولة. عقب اجتماعات مكثفة في مدينة اسطنبول استمرت 3 أيام، رفضت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض المشاركة في مؤتمر موسكو 2 والذي سيعقد الشهر المقبل، في حين قررت حضور القمة العربية المقرر عقدها بمصر في 28 من مارس الجاري. وميدانيا أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيقه مقتل نحو 1953 شخصا جراء الضربات التي نفذتها طائرات التحالف العربي الدولي في سوريا خلال 6 أشهر. الله أكبر، الله أكبر، دارية قصف البراميل متفجرة، الله أكبر. في إطار حملة جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، يتوافد المواطنون والمقيمون على المراكز لتسليم الأسلحة أو لتجديد تراخيصها. وللوقوف عند آخر الإحصائيات والتطورات، قابل الرأي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية
وإليكم تقرير ابتسام رمال. إذا أقدم أي مواطن أو أي شخص يسلم لي سلاحه ما راح يتحاسب، لأن هناك مهلة ممنوحة بقوة القانون لا يضع باعتباره أي شخص يقوم باستخدام السلاح، حتى إذا مسك يقول هذه فترة ممنوحة، لا راح يتحاسب بموجب القانون. دون أي مساءلة قانونية وطواعية يتقدم المواطنون والمقيمون بتسليم أسلحتهم بعد صدور قانون رقم 6 بتاريخ 22 من فبراير بتشكيل فرقة وإدارة عامة بمسمى قوة جمع السلاح. ولله الحمد الإحصائية تقريبا تعد 960 قطعة مختلفة من الأسلحة والقذائف والقنابل، وكذلك طنين و300 كيلو من الذخائر المختلفة. هناك 38 مكتب. يمكن المواطن يكون عنده رهبة بحمل السلاح، احنا بصدد ارسال دورية خاصة لعنوان سكنة ونستلم منه الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى طبعا الإدارة العامة للمباحث الجنائية هي تستقبل المواطنين كذلك. على أن تبدأ عملية التفتيش وإدخال عناصر من الشرطة النسائية في مرحلة ما بعد مهلة الأربعة أشهر، ولكن ما هي الآلية بعد انتهاء المهلة والعقوبات؟ قضايا سجلت يقوموا بعرض الأسلحة للبيع، هذا مخالف للقانون. هناك تصير عن طريق عرض الأسلحة بالإنستغرام أو مواقع التواصل الاجتماعي، هذه احنا قاعد نتابعها. بعد الأربعة أشهر هناك آلية راح تكون فيها تفتيش شوارع، هناك أذونات راح تصدر من قبل النيابة العامة. بعد ما نستصدر الأذن طبعا راح نداهم البيت مستخدمين العنصر النسائي وأجهزة حديثة للتفتيش على الأسلحة. والعقوبات شو هي؟ العقوبات هذه طبعا النيابة العامة راح تفصل، هناك عقوبات مشددة تصل الأحكام إلى 7 سنوات وتصل بغرامات إلى 10,000 دينار. الإدارة العامة للمباحث غصت بالمواطنين الذين سلموا أسلحتهم وبمن جدد ترخيصه. جاي نجدد الترخيص لأنها قانونية نحن مرخصينها من زمان بسامينا ونمشي على القانون. شو رأيك بالحملة؟ طبعا مصلحة البلد ككل. الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات مستمرة، وإصرار من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية على تنفيذ العقوبات المشددة بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقانون وبعد انقضاء المهلة المحددة لجمع الأسلحة. ابتسام رمال، الراي. الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة جمال الحربي أكد أن مشاركة الوزارة في تمرين حسم العقبان تعد مكسبا حقيقيا لإنجاح وإثراء التمرين في عامه الحالي، وذكر أن إدارة الطوارئ الطبية نفذت تمرينا عمليا في المطار العسكري، وهو عبارة عن سقوط طائرة واصطدامها بحاوية كلور ووجود عدة إصابات وحالات وفاة بالموقع. في مشهد لافت أظهر مقطع فيديو مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي طفلا يتوسط مجموعة من الشبان والأطفال ويرقص على أنغام الموسيقى. الغريب في الأمر أن الطفل لفت أنظار المارة برقصه الجميل وتناسق حركاته مع الموسيقى المعزوفة، مما دفع الحضور إلى التصفيق له وتشجيعه على متابعة الرقص. انتعاش الوتيرة، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج أكد أن قانون الضرائب على الشركات قيد الدراسة حاليا، متوقعا إنجاز الصياغة الأولية له في غضون 18 شهرا. تصريح المدعج جاء على هامش افتتاحه مؤتمر ساهم معنا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تنظمه وزارة التجارة سنويا بهدف مناقشة آخر مستجدات هذه الظاهرة وكيفية القضاء عليها. هناك دراسة سوف تعد في هذا الجانب إن شاء الله، يعني إذا ما تمت عن طريق وزارة المالية ستأخذ بحدود 18 شهر بإذن الله لوضع رؤية معينة لأخذ الضرائب من الشركات في هذه الدولة. من الحكومة ستكون هناك امتيازات للشركات يعني خدمات معينة، تميز في العمل، أشياء كثيرة سوف تطرأ على الساحة التجارية بإذن الله إذا الله أحيانا في خلال السنتين ثلاث الجاية. وخطت دولة الكويت مؤخرا خطوات متقدمة وملموسة في مواجهة هاتين الجريمتين، واتخذت إجراءات مهمة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في سجلها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أهمها إصدار قانون جديد في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار قرارات من مجلس الوزراء بإنشاء وحدة التحريات المالية وتشكيل لجنة خاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله. الخبير العالمي في فنون القيادة جون ماكسويل ونخبة من المحللين حلوا ضيوفا مشاركين ومتحدثين في مؤتمر البنوك للشباب والذي يستمر على مدار يومين بهدف تثقيف وتوعية الشباب والشابات الباحثين عن عمل في القطاع الخاص سيما قطاع المصارف، ويتضمن المؤتمر معرضا لطرح فرص وظيفية للشباب في مجال البنوك. اليوم قاعد يعني نخطو خطوة كبيرة ان نيب اغلب البنوك اللي موجودة بمعرض، ممكن يعني الواحد يتوظف فيه يشوف الفرص، وبنفس الوقت نستضيف شخصيات لها دور كبير بالقطاع المصرفي اللي ممكن يستفيد من خطوات اللي خذوها حق مستقبلهم الوظيفي. بيشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص وخاصة قطاع البنوك بحكم انه هو اكبر قطاع على مستوى الكويت وعلى مستوى العالم. فإحنا المؤتمر عبارة عن حلقات نقاشية وسيمينار يحاضر فيه شخصية كبيرة اللي هو جون ماكسويل، ويعتبر هو رقم واحد على مستوى العالم بالليدرشيب بالقيادة، إضافة إلى حلقات نقاشية يشاركون فيها نخبة من المجتمع خاصة بقطاع البنوك والقطاع الخاص. على ارتفاع في مؤشراتها الثلاثة، أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها، حيث أنهى المؤشر الوزني تعاملاته مرتفعا بنحو 18 نقطة، في حين صعد السعري 2.19 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فقد اختتم تداولاته مرتفعا ب20 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 12,200,000 دينار. الأزرق في معسكر داخلي، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن المنتخب الكويتي سيلاقي نظيره الكولومبي في مباراة ودية في 30 مارس الجاري خلال معسكره التدريبي الذي سيقيمه في الإمارات ضمن استعداده للاستحقاقات المقبلة. وكان الجهاز الفني قد اعتمد 26 لاعبا ضمن القائمة التي ستخوض تلك المباراة وتحضر المعسكر، وذلك ضمن استعداد الأزرق لتصفيات كأس العالم المقبل وكأس آسيا. وسينتظم المنتخب الكويتي في معسكر تدريبي داخل حتى موعد مغادرته إلى الإمارات الجمعة المقبل. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الرأي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الرأي تيوب. إلى اللقاء.